مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من بلد الزمهرير والعواصف الثلجية كما يحلو تسميته عند البعض. في حلقة اليوم خصصناها لفصل الشتاء. ما رأيكم مشاهدينا الكرام أن نقوم بجولة استطلاعية مع بعض نكتشف من خلالها عن حال وأحوال فصل الشتاء في مدينة موريال وضواحيها. ولن يكون هذا إلا مع إيقاعات جزائرية. أولا حتى تحلو الجولة، وثانيا فلربما نرفع من خلالها نوعا ما درجات الحرارة الخيالية. موريال هذه المدينة المغطاة أو المزينة باللون الأبيض تظهر كالعروسة المشتاقة إلى عريس والذي طال غيابه وانتظاره. فصل الشتاء أو فصل الزمهرير كما يحلو تسميته عند البعض، والذي طال ويطول وسيطول حتى يكاد يمحي من ذاكرتنا حلاوة باقي الفصول. هذه المدينة رغم مناخها القارس والبائس إلا أنها تبقى مدينة مضيافة يقصدها العام والخاص من كل أنحاء العالم، حيث تعتبر قبلة للاجئين الباحثين عن الحرية والحياة الأفضل. موريال قال عنها البعض أن مناخها صعب التأقلم معه لأنها ليست بعيدة عن القطب الشمالي المتميز بمناخ صعب وقارس، حتى أن الدب الأبيض هاجرها حيث لا نجد له أثر في محيط المدينة. لكن بفضل حنكة الإنسان المفكر والمدبر أصبحت المدينة منارة للمغتربين والمهاجرين، لمن تعسرت عليهم الحياة في أوطانهم. الجالية الجزائرية هي من بين الجاليات القاصدة لكندا، تاركة وراءها مناخ أقل ما يقال عنه أنه مناخ من أحسن وأنظف مناخات العالم، معتدل في جميع فصوله. كيف تتأقلم جالية البحر الأبيض المتوسط مع هذا المناخ الغير عادل؟ وكيف تحافظ المدينة على حيويتها في ظل 6 أشهر عجاف؟ السلام عليكم. يعني والله غير يعني تلمو كيفوتو السنين تنسى بلي راه البرد ولفت ولا كيف؟ يعني توالف سي نورمال كيما توالف عين صالح توالف غردايه وتمراش توالف البرد تاع كندا تاع الكونفدراسيون. شوف على بالك هنا راهي كيما هذا العام وصلت حوالي نقص 36 درجة تحت الصفر. كيفاش واحد جزائري هكا مولفين شحال بهذه درجة الحرارة هذه المنخفضة بزاف، كيفاش توالفوها يعني؟ يعني لو فخو سي مونتال، دائما لازم يكون في راسك عندك 3 حوايج لازم لوبس حاشاك صبار ادابتي كي تروح للحانوت واش يقول لك؟ بولي شوسيغ ديفير لا واش تسحقها موان 30 موان 40 موان 10 دونك تي تادابتاسيون ومن بعد تتعلم تلبس. حنا المولفين نقولوا كي جيت العام الجديد هذايا الاول كنت نلبس كوش فوق كوش 7 تريكوات 5 مطوات درك الوغ كو دو شوز دو كوش كون ابل دي كوش كاين دي شاندال ولا دي مونتو لا هيبوثيرم سي يشد لا تمبيراتور دو كور يا مونتو غطي راسك ودنيك ويديك سي تو مي سا سي اون سادابت اون سادابت. تما وبغينا نقولوا ثاني فيما يخص يعني في الفصل الشتاء هنا في ليفر يعني رانا نشوفوا كاين بعض الانشطه الثقافيه اللي تصهر عليها بلديه موريال وكل هادو داخلين يعني باش الناس يعني تتوالف ليفر يعني ولا يعني حاجه داخله في الثقافه الكنديه؟ يعني باش توالف دون كوتي وي مي هي داخله يفو كي دي اكتيفيتي ليفر. في الصيف عندنا لي فيستيفال كاين دي كومبيتيسيون كاين لو ماراثون، في الشتاء لازم الناس تخرج شويه دونك اون اورغانيز لا فيل دي اكتيفيتي بور لي فامي غراتويت دونك راك شفت اون لا مارش ان راكيت سور لا نيج يا دي لاكتيفيتي دو دانس دي اكزرسيس فيزيك اون اوفر دو لا سوب اون اوفر دو سيرو ديرابل الناس تلعب الهوكي يعني il faut pas qu'on s'ennuie il faut pas qu'on s'ennuie c'est agréable يعني الحمد لله يعني مالكري شويه برد مي كي تخرج هكذا تفرح. سعد الرحمن
ستنجم تقول مثلا كاين في الربما جزائريين باغيين يجوا كندا مثلا وغادي يعيشوا ولا هذه اول مره جاوا يعني ستنجم تنصحهم يعني كيف باش يعني يقضيوا يعني فصل الشتاء بلا ما كيما نقولوا بلا ما ينزعجوا بلا ما كيما نقولوا ينضروا كيما نقولوا درجه الحراره كلاش في يديروا سطاش في تكجدا في بيتنا وسطيف هم بعد يجيو مرحبا بهم لازم نو سي سا سا دابت يعني من الاحسن ما يجيوش ديريكتومون في فصل الشتاء من الاحسن يجيو من مواد ميجوا باش يكون عندهم 6 7 8 موا دادابتاسيون دابور او 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 بي ومن بعد لو كليما يعني سا دابت البيوس يجي في وقته البيوس سخون وما تنساش مونريال هي فيل سوتيران دونك اون بو سادابتي افيك سا يعني كاين توريزم كيبيك توريزم كندا يعطي كاع المعلومات على هاد الانشطه هذه فصل الشتاء هاك تشوف لازم هذه ما تخطاكش لازم اللي عندها سيارة ها اللي عندها سيارة اللي ما عندها سيارة لازم تكون عندك سيارة هذه لا بروس والبالة الكبيرة هاي ليك فلا وهذه شو ديروا بها هذه هذه تنحي بها الثلج وتنحي بها لا غلاس كاين جهة تنحي بها لا غلاس وجهة تنحي بها انفان تقراتي ها تقراتي كيكون جامد صباح عمو جامد درك ريحنا ان دومي راك ديجا تشوف تشوف الحالة الثلج والاخر C'est le quotidien, c'est le quotidien تاع لي كنديان اون جينيرال وتاعنا كجزائريين. شوف حنا في الجزائر لما نسمعوا باللي نقص 36 درجة تحت الصفر جينا حاجة أمر غير طبيعي، كيفاش أنتم راكم عايشين هنا؟ لا دروك بصح سائر الأيام كانت نقص 36 وصلت إلى غاية نقص 38، كيفاش تعيشوا أنتم لما تكون درجة الحرارة منخفضة هنا؟ تلبس مليح تلبس مليح تو دوبلي دونك الصبابط لي شوسيور اسمها انا كاليتي مليحه معناها الصبابط لازم تخير كاين دي شوسيور دي فير بيان سور مش كيما في البلاد وما تخرجش ما تخرجش تخرج تروح تخدم تروح تقضي دونك الفو شو تحسب الخطوات تاعك تحسبهم دير حسابك تسخن الطوموبيل دي فوا تسخنها تخليها تسخن تعاود تدخل شغل اون سادابت مع الوقت اون سادابت تكيفوا مع مع سي فريمون الحاله بارده سيرتو الشتاء تاع العام هذا فريمون بارد عندك بلوس كو 20 جور دابري لي ستاتيستيك بلوس كو 20 جور درجه الحراره تحت نقص 20 في الليل والصباح وفي البيت مالغري سا ما تحبسش الحياه لهنا ما كانش نهار الناس ما راحوش يقراوا ولا ما راحوش يخدموا وفي البيت يعني امر عادي يعني تاني في البيت سي شوفي سي دونك كاين تريسيتي ما يتقطعش سيارة يتقطع إذا كان واحد 20 درجة في الدار إذا كان واحد مثلا جاي جديد الجزائر أما من الجزائر جاي جديد شنو تنجم تنصحه يعني؟ جينيرالمون اللي نعرفهم يجيو جدد ننصحهم لا يقدروا يجيو في نهاية فصل الشتاء في أفريل باش يشوف شوية الشتاء وما يسوفريش بزاف ما يجيش في جونفي ولا فيفري باسكو ديرلو أن شوك يعني كي يكون برد يجي له ان شوك بالك ما يعجبوش الحال بالك كاين اخرين يبطل يولي يعاود يرجع يغير البروجي كامل تاع ليميغراسيون على بسبب الثلج اللي هو يعني مع الوقت يولي ماشي مشكل كبير يجي في اخر الشتاء ومن بعد يشوف الصيف بيان يتعجبوا الحاله من بعد يكون ديجا متوقع يعني الشتاء الثاني يكون والف كندا مناخها ليس باردا فحسب بل بارد إلى درجة ينتابك إحساس وكأن البرد هو ذاك العدو اللدود أو كالصديق الغير مرغوب فيه يلاحقك أينما كنت في البيت في العمل وفي الشارع حدث ولا حرج يجد ضالته ولهذا يجب دائما أخذ الحيطة والحذر كما يقال الوقاية خير من العلاج بالوسائل المشروعة من قفازات قبعات معاطف وأحذية خاصة المدفأة في البيت في العمل في السيارة في المحلات في كل مكان لمقاومة الدرجات الخيالية والتي قد تصل إلى أكثر من 40 درجة تحت الصفر تتميز كندا بمناخ بارد وجامد في فصل الشتاء بينما حار ورطب في فصل الصيف وبينهما أيام معدودات تتميز بالاعتدال لم تشهد مدينة موريال منذ عقد من الزمن ما يقارب 115 عام درجات حرارة مماثلة مثل هذه السنة حيث وصلت إلى ما يفوق 36 درجة تحت الصفر
على مدار أكثر من 20 يوما متتالية، شيء لا يطاق، لكن لم نسجل ولا إصابة أو حالة ميؤوس منها. مسخر بلدية موريال، ميزانية تكاد تكون ميزانية دولة في طريق النمو لمواجهة فصل الزمهرير، ما يفوق 155 مليون دولار تخصصها البلدية لتنظيف المدينة من الثلوج المتراكمة وتهيئة الشوارع حتى تبقى المدينة حية حيوية ومنتجة. بل أكثر من ذلك، فإنها تقيم مهرجانات خاصة بهذا الفصل. فصل الشتاء بكندا هو فصل ديكتاتوري، فصل متغطرس على باقي الفصول الأخرى، حيث يطول إلى أكثر من 6 أشهر كاملة لا نخرج منها من تحت الصفر. لكن رغم ما قلناه عن الفصل، إلا أن الكنديين لهم رؤية مخالفة، يستغلونه أحسن استغلال، يقومون بأنشطة رياضية ترفيهية وألعاب خاصة بالفصل. Présentement ici se trouve le canal Rideau. C'est la plus grande patinoire au monde. Elle mesure 7,8 km de long par à peu près 20 mètres de large, comme vous pouvez voir. Elle accueille environ 1 million de visiteurs à chaque année et est maintenue par une équipe de personnes, de techniciens qui maintiennent la glace 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est ouverte en moyenne de 35 à 90 jours par année, mais c'est tout le temps très sécuritaire. Les conditions de la glace sont mises à jour sur le site web du canal Rideau 2 fois par jour. Donc c'est très sécuritaire, il y a des ambulanciers, tout ça. C'est ouvert au public, c'est gratuit, puis c'est vraiment impressionnant. كانت هذه صورة موجزة عن فصل الشتاء في مدينة موريال وضواحيها. لا حديث هنا إلا على درجات الحرارة، إلى أي مدى وصلت وإلى أي مدى ستصل، وهل هي دائما في سالة؟ وإن كانت كذلك، فيجب علينا نحن أن نكون في الموجب حتى تتزم المعادلة، ومنه تستمر الحياة.